يمو الخال يا ضي عيوني، يمو الخال يا ضي عيوني، يهوني العمر ولا بيبهوني، يمو الخال يا ضي عيوني. عينينا تحاكي الورد في احلى جنينة. ابعد عن الخروف انت وهو يا مفاجيح، ما تاكلوش، مثلوا انكم بتاكلوا يا كوارس، احنا مأجرين، الله يخرب بيوتكم. ميل يا ست الكل علينا، يا لابسة التوب اخضر ليموني. والله لو اديكم بده يا ولاد اللي، بس لما اخلص. يمو الخال يا ضي عيوني، يمو الخال يا ضي عيوني، يهوني العمر ولا بيتهوني، يمو الخال يا ضي عيوني. كده بهدلتوا الخروف، انا مش قايل لكم ان المأجرين وعايزين يرجعوا لصاحبه؟ كنت نندمج؟ نندمج؟ طب غور موش انت وهو؟ وانتوا فاكرين نفسكم سلاطين بحقيقة؟ انتوا كومبارس. وانا مالي يا استاذ؟ ما هم زملاء مقسوم عليك يومين. ايه ده؟ شكرا هجلوس ده. يا علاوز، علاوز، يا علاوز. ايه؟ علاوز، علاوز حاف كده؟ انت فاكرني مين؟ الله، انت مش عارف انت مين؟ ايه؟ يلا يا جماعة بلاش انت ده، ارجع لفورة. معلش يا حادث السلطان. الله، حادث السلطان تاخد دومة؟ بكل سرور يا عزيزي وبكل تواضع اشكرك، انا ميت من الجوع. بس متنرفزه ليه؟ انا مستعد لكل طلباتك. بصراحه فكره الروايه الجديده مش عجباني، بايخه قوي. هي بايخه بايخه لكن هتنجح. هتنجح ازاي؟ هغني فيها. هتغني فيها؟ ما. انت مش وعدتني انه ده اخر استعراض هتغني فيه؟ لكن انا هغني بناء على طلب الجماهير. ضريمي بصلى ستار ابي بصلى. ان شاء الله هتقفل قريبا بناء على طلب الجماهير. الله يسامحك، انت دايما ما تبطليش هزار ابدا. نهايته، انا عايزه البروفه بكره الساعه 5 بالظبط، انت فاهم؟ بالدقيقه بس عن اذنك، انا هغني في الروايه. يا اخويا غني وانا مالي، خربها هي فرقتي. طيب فتاه الساعه. يا سلام، صوته حلو قوي. انا بخصوص الاستضافه. الله، مالك انت بتزيد ولا ايه؟ انا شفتك لازم انت لقيت حاجه بالنص. وريني ايدك فيها ايه؟ ما لقيتش حاجه. ما فيش حاجه. الله، دي ساعه الريال ده. انا مروح. يا سلام، دي ساعه جميله جدا، مسكينه زمانه دايخه عليها. انا من رايي نبيعها واشتري لي سرير بدل مرجحه الوزه اللي انا بنام عليها دي. وزه ايه؟ وانت كمان تشتري لك بنطلون بدل الشورت اللي انت عامل لي فيه زي اطفال الروضه. صح، اقبلك. اي اي اي، انت بتخرف، بتقول ايه انت وهو؟ احنا مش ممكن نبيع الساعة. صح، اقبلك. انا من رأيي ان الساعة تفضل هدية لسهير علشان تتعايق بيها. لا يا اخويا، بينه وبين الحرام ربنا. اه ده الكلام الجد، الساعة لازم ترجع لصاحبتها. اظن عشان خاطر الامانة والشرف. شرف وامانة؟ ما احنا بنشتغل اهو في التياترو بشرف وامانة، بناخد ايه؟ بناخد على قفاهنا. انا عندي فكرة، لما نرجع الأدرية الساعة هتنبسط، ويمكن تتوسط لنا عند صاحب الفرقة ويخلينا نغني. صح، انا بقى اقوم بالمأمورية دي علشان بعرف اتكلم. لا انا، عشان الحكاية عاوزة واحد يكون دمه خفيف. بلاش خناق، نعمل لكم قرعة انتوا التلاتة. صح، اقبلك. ارجع لقتلك. طيب طيب. الساعة في ايد اليمين ولا الشمال؟ في اليمين. بر. الساعة في ايد اليمين ولا الشمال؟ في الشمال. بر. هيك هتكسب. من غير قرعة. بالتزكية. سلام عليكم. تعالى تعالى. ايه؟ هتروح كده؟ مش تلبس بدلة المناسبة؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة الأمانة والشرف يا رب. صح، أقبلك. في المتاع، متاع دلوقتي. امال ايه؟ يعني نط من الشباك وطلع تجري، هتبقى ايه؟ جواهرجي؟ حرامي قلوب. قلوب؟ حواري لك دلوقتي. قلوب ازاي؟ حرامي، اضرب عليك دم قلبي وبعد كده اطلع حرامي. يا لا سخرية القدر. ما هو انت اللي نرفزتني. وايه يعني؟ واحد صديق جاي ياخد معايا كده.
تقوم تعمل لي كل الفضايح دي وتبص لي من الشباك. ده انا عرضت من الدنيا بحالها عشان اخلص منك ومن خيالك. لا يا شيخ، طب اتفضل نط تاني. يلا يلا اخرج. لا مانيش خايف اهو. ما تنسيش يا هانم، انا اللي بدفع اجره البيت وانا اللي اشتريت الموبيل. كده مش خارج؟ لا. طيب اخرج انا. تخرجي ازاي يا ست؟ يخرج هو. اتفضل. بس انا عايزاك يكون عندك الشجاعه وتقعد هنا البكره. يا عيني يا كلبي، والنبي دعيني وصابتكم، هروح اجيب لك البخور وادخرك. ايدك من ادري هنا. انت مين؟ انا يا فندم اللي باخد دور سلطان. سلطان؟ ده انت شكلك لطيف قوي. كومبارس في الفرقة؟ المكياج واللبس يظهر بيغيروا شكلك. يا فندم العفو. تعال تعال. يلزم اي خدمة؟ ايوه انا كنت جاي يرجع عشان. فاضي يا قطة؟ والفيل اللي دخل مش جاي تاني ولا مش جاي؟ بس انا كنت عاوز اقول لحضرتك على حكاية. ايه حكاية ايه؟ اطلع اركب. وهتسيب الحرامي في البيت؟ زي بعضه بقى. يلا اركب. مش هسلميه للبوليس؟ لا مش هسلمه للبوليس. اركب. امر. اهي الساعة دي هدية من واحد معجب مسكين اتحبس في قضية اختلاس. حقيقي المال الحلال ما يروحش. طبعا طبعا. انا مش عارفة اشكرك ازاي. العفو يا فندم العفو. لكن انت شكلك مش بطال، ازاي بتقبل تشتغل كومبارس؟ والله انا من يوم ما غويت الفن وسبت الدراسة اهلي منعوا عني المصروف، فاضطريت اشتغل اي حاجة لغاية ما تجيني الفرصة. انا بستعجب ازاي ما شفتكش قبل كده. الحق عدقني. وايه الشياكه دي كلها؟ بتفصل بدلك فين؟ دي البدله الوحيده اللي فاضله من ايام العز. بلبسها ساعه طوارئ لما يكون في حرامي عاوز يتمسك، ساعه عاوزه ترجع لصاحبتها. انت دمك خفيف قوي. مش قوي. اصحي بقى يا دري هانا. ما تدوشنيش، انا مبسوطه كده. طب وبعدين انت لازم تروحي. اروح؟ انت عايز الحرامي يقتلني. طب وبعدين؟ ما عندكش إنسانية، ما عندكش قلب، بيتني عندك. إيه؟ بيتك عندي؟ العب يا كروديا. بصرة. إيه جات لك بصرة؟ صحيح طولة العمر تبلغ الأمل. العب. الله إيه ده؟ إيه ده؟ ده لازم جايب هدية لصغير. هو كده ما يخشش البيت بإيده فاضية أبدا. طب اطلع أنت وخش. سهير سهير. مين؟ افتح يا سهير. سهير سهير سهير. في ايه يا مدحت؟ ايه الحكايه؟ الله اهدى. قتيل يا خبر. ست ادريه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا مش قادر اتكلم. هحكي لك كل حاجه الصبح. المهم تنيمها جنبك وتاخدي بالك منها احسن تبص تضيع على البلاط. تصبح على خير. ابعد شوية، خليك. بقولك ابعد، ما تبقاش قليل. هذا هو انت؟ تصبح على خير. خير في حاجة؟ تعالى تعالى عزاز. أنا عايزة أشكرك على امبارح، أنت غرقتني جمايل. لا العفو، بس لما مؤاخذة البياتة ما كنتش قد المقام. اسكت على البياتة دي. بس اسمحيلي، أنت كنت امبارح كاس واحد وحياتك. أصلي عمري ما شربتش خمرة أبدا قبل كده. الحمد لله وقعت في إيد راجل عنده ضمير وحافظ علي. لا العفو، أستأذن عشان الاستعراض هيبتدي. بعد الاستعراض يبقى تعالى، أنا عازمك على العشاء.
انا كنت احب جدا لكن للاسف انا مرتبط بميعاد مهم. ما تقدرش تعتذر؟ والله انا اسف، انا بس كنت عايزه اقوم بشيء من الواجب. انا متشكر جدا، عن اذنك. مع السلامه. انك ما طفحت في غيرك. الو حمدان، انت فين يا اقوى راجل في العالم؟ يا شيخ اسيبك بقى، هو انت بتسالي؟ انا بقالي جمعه كل ليل احلم بيه. الكلام ده صحيح؟ يعني افرح؟ وحياتك كده. اسمع، انا جايه لك حالا، عايزك في حكايه خطيره جدا. اورفوار. عايز اقولك. هتقول ايه؟ لازم اقولك. وساكت ليه؟ انا مش عارف انا عايز اقول ايه، لكن انا عارف هتقول ايه، ومادام عارفه بتسالي ليه. ايوه صحيح، انا بسال ليه مادام انا عارفه. اه بس لو ترضي تحبيني. في حس حلو بيغني. شايفة حلاوة الجو الهادي لما البدر يهل عليه، شايفة جمال الزهر النادي اللي مفتح لسه عينيه، واللي بيجوا هنا في الحتة دي زي انا وانتي بيكونوا ايه؟ بيكونوا ايه؟ ليش عرفني؟ لو حياتي بيكونوا ايه؟ ايش عرفني؟ لكن انا عارف بيكونوا ايه، ومادام عارف بتسأل ليه. ايوه صحيح، انا بسأل ليه مادام انا عارف. عرفني. لا وحياتي حيقول ايه؟ ايش عرفني؟ لكن انا عارفة حيقول ايه، ومادام عارفة بتسألي ليه. ايوه صحيح، انا بسأل ليه مادام انا عارفة. عايز اقول لك. هتقول ايه؟ ما اللي في قلب انا قلت عليه. ايوه صحيح، انا بسأل ليه ما اللي في قلبها قالت عليه وانا قلت عليه. انت انت نعيمي ونار. يا عيني يا عيني. اهلا ستي، امال فين حمدان؟ خلاص زحلقته. اوامك كده، هو لحق؟ لحقوا البلا. خلاص انا هحب مدحت. ومدحت ده بقى ايه؟ ممثل فقير في الفرقه. يا ندامه يا ستي، ازاي ده؟ هو ده من مقامك؟ مش فقير. وايه يعني؟ لكن دمه شربات. انا زهقت من بتوع الفلوس. مش عاوزه فلوس، انا عاوزه قلب طيب، غنوه حلوه تتغنالي في نور القمر لوحدي، تستاهل الدنيا وما فيها. وده هيستنى زهرات ولا هيتسبب؟ لا ما تخافيش، انا ناويه اتجوزه. ويا ترى كده يعني قلبه خالي؟ اذا كانش خالي ندفع له خلورك. طب يا اختي يجعله قدم الساعه. الو ترانك، انا عايزه اسكندريه محضر. اكتب النمره عندي. الو انا بنهاوي. اهلا وسهلا، ازاي صحتك يا ست ادريه هانم؟ اسمع يا حبوب، انا عندي واحده صاحبتي مغنيه انما صوتها حلو قوي، اسمها سهير، عاوزاك تشغلها عندك بخمسين جنيه في الشهر. ما تتخضش. لا لا انا هبعتهم لك كل شهر، اصل حالتها العائليه سيئه قوي وانا عايزه اساعدها من غير ما تشرب. يا سلام، أموري اسكندرية كلها تحت أمري. خد العنوان بقى عندك عشان تبعت لها تلغراف تحضر حالك. اكتب يا سيدي. ده
ضروري من حضورك حالا لاستلام العمل. وين شهرتنا وصلت الى الموان؟ الى الصخر الاسكندري، الى البحر الابيض المتوسط. صح، وقبلها. ابعد. طيب. طب انا طالع احضر شنطتي علشان الحق الارض. بس ما تنسيش تبعتي لي بنطلون من الاسكندريه. اما اطلع اساعد. طب اسمع، احنا مش هنطلع معاك علشان تساعدها كويس وتعرف تودعها من غير ما تتكسر. الله يلعنك. ومش هنروح وراكم المحطه عشان ما يشوفوش وانتوا بتودعوا بعض ويتقطع البيت. صح، وقبلك قبله واحده. الله، ده انا مسافر معاك اهو. طب ما تخلي الصوره هنا وتاخديني معاك في الشنطه. يا ريت، انت عارف انا ما اقدرش امشي خطوه من غيرك. انا كنت عاوز اوصلك اسكندريه، لكن الكومبارس زي الكراسي والمناظر تمام، ما يقدروش يرفعوا الستاره من غيرهم. احنا ناس مهمين جدا. بكره الحظ يبتسم لك، ما تقلقش. ما دام ابتسم لك يبقى ابتسم لي انا وانت واحد يا سمير. لكن اوعى تبص هنا ولا هنا وانت تمشي مغمضه. حاضر. طيب تسمح نعمل بروف؟ اتفضل. كده لا، بتاعك عليا غمضي قوي. انا مغمضه لكن شايفاك بقلبي. اوفر ده، انا كنت فايته من تحت وقمت قلت اما اطلع اشوف. لا، جيت في وقتك. اهلا وسهلا، اتفضل. لا مؤاخذة، الاوضه منكوشه. اصلها مسافره. على فين؟ اسكندريه. صاحب فرقه الفن بقاله سنه بيلح عليها عشان تشتغل عنده، واخيرا قبلت. مبروك، انت هتوحشيني قوي. ده انا ابتديت ابقى مغرمه بيكي. وانا كمان ضروري لما تيجي اسكندريه تخليني اقابلك. يا روحي عليكي، ده انا هسافر لك اسكندريه مخصوص. ما تستعجليش، واحسن القطر يفوتك. انا عربيتي تحت اوصلك. وليه بس؟ يعني قصدي هنتعبك. ابدا، تعبك راحه يا استاذ مدحت. شكرا قوي. عنك عنك، اتفضل. خلي بالك من نفسك، ابعتي لي الجوابات على صندوق البوسطه احسن، القبه بيفتحوها في البيت. حاضر ست ادريه، وحياتك خلي بالك من مدحت وما تخليش الاستاذ بطاطا يدي من عينيا. انا حاطه حالا ووصيه عليه. مع السلامه. مع السلامه. اشكرك. أنا مرة تشربي فيها خمرة في حياتك. أنا عسى إن أنا دوخت أوي. لا أمال، خليك راجل. أنا مسؤولة منك. مسؤولة جدا. أوعى تسقيني بقى زيادة. لا أبدا أبدا. ما تسقينيش بقى تاني. ما تخافيش، أنا المرة دي عزمك على حسابي. امسك وظبطك. مش ده الحرامي؟ هو المتشرد. حرامي واحد. ودول ايه، برضه حراميه؟ ايوه، دول حاولوا يسرقوا قلبي كله. وسرقوه؟ ما قدروش. ليه؟ بلغتي؟ لا، اكتشفت ان انا ما اقدرش اتجوز ولا واحد منهم. لازم زعلوا قوي. يتفلقوا. هم حبوني لكن انا ما حبتهمش. لكن شوف المصيبه دي بقى. اللي بحبه ولا ودريان ان انا بحب. لازم، مش بني ادم عبيط ما بيفهمش. ما تقولش كده، احسن هترجع في كلامك لو عرفت هو مين. مش عاوز اعرفه ابدا، انا معرفش الواح. وتفتكر اعمل ايه ببلوتي؟ عاوزه تسمعي نصيحتي. رشي على بلوتك شويه ياس، مفيش اريح من الياس. انت جربته؟ إيه اللي جربته؟ ده لولا اليأس الجميل كان زماني انتحرت. بعد الشر عنك يا أختي. 10 سنين بشتغل كومبارس صغري. أحاول بس إني أغني. مفيش فايدة. مبقاش أنا أدري إن ما كنتش هتغني وتنشهر حالا. حالا. انا عاوز حالا اروع. الله، هو احنا لسه امبارح ولا بقينا بكره؟
الله احنا بقينا بكره. السلام عليكم بقى. حبيبي وحشني من قلبي وحاسة روحي ناصاني، يا ريتني ألتقيك جنبي في غمضة عين وتلقاني حبيبي. لو كنت ترحمني واخطر على بالك ابعت وطمني واحكي لي عن حالك، وحشتني من اول يوم والفكر تاه وجفاني النوم مش حال بقى لو فات كم يوم حبيبي. بصهولي من خده ساعة ما توصله، مش قادرة على بعده لحد ما تقابله، روح يا جوابي روح طمن حبيبي الروح، ده البعد خلاني آمنت بغرامي وعرفت أشجاني وعرفت آلامي واتقل من الدنيا نصيبي من بعد ما فاتني حبيبي حبيبي. جوابي يا مستجيب ما تضيعوش منك، أمانة يا مستجيب شيلهولي في حضنك، ده الحب يا مستجيب ناره بعيدة عنك، كتبتهوله بدمع العين وألم فراقه اللي ضناني، يخففوا من أشجاني حبيبي. إلا قول لي اسمنا لفندي. نعم يا أختي. بس أصلي مكسوفة شوية. لا ما تكسفيش، قولي عاوزة إيه؟ أصل سيدي مدحت بيه بعتني أشوف له جوابات باسمه، إكمنه وهو نازل على السلم راحت رجله مقصوعة مش قادر يجي شخصية. كلام سيدك يا أختي، مش تقولي كده من الصبح. خدي. وبيقول لسيدك يبقى ينزل السلالم على مهله. تحب اجيب لك الراجل؟ هو ذمته بقى. يا سلام عليك وانا. اموت في البريد المستعجل. يا روحي على الغرام. انا عارفه بنات ايه اللي بيتكلموا عن الحب بالشكل ده. ما هو ما فيش خشه، اصلنا في اخر زمن يا ستي. لا ما عطلهاش، في رجاله كتير عندها في اسكندريه. لا ما انا بس خايفه يقلق ويروح لها. لا ما تخافيش، من بكره مش هيسيب التياترو ابدا. ازاي بقى؟ هتربطوه على باب التياترو؟ لا هيظهر ويتشهر ويبقى مطرب معروف. وايه اللي هيظهره فجأة كده؟ قدرية. تعرفي الشوكولاتة دي فيها ايه؟ جوز ولوز؟ سلامكة، انما من صنف بقى لو الواحد كل منها واحدة مش بطنه تمشي هتجري. يا ساتر. وفي حفلة بكرة الأستاذ بطاطا هياكل منها بنفسه ومش هيقدر يطلع يغني. يا حفيظ ابعديها عني والنبي يا ست، احسن مصارين بتترعش. انا زي ما اكون خدت منها شربة من غير ما اقرب لها. خد يا حلو، خد يا عروس. استاذ بطاطا،
ايه ده؟ شوكولاته؟ لكن انا ما بحبش الشوكولاته. اخصى عليك تكسفني. ما يصحش، ده انت لازم تدوقها ولو على قطع رقبتك حتى. طبعا كمان واحد. امرك. لا كمان واحده، انت رئيس الفرقه ولازم يبقى ليك امتياز عننا. كمان واحد. حاضر عن اذنك، عايز اكمل التمرين بتاعي. خد يا كلبوب. اختي الشوكولاته دي طعمة ولا انا متهيألي كده؟ منين الشوكولاته دي؟ من ستة ادريه، هي عمرها عملت. اوعى الشوكولاته دي بتاعتي انا، ما ادفعش الشوكولاته. ادي الشوكولاته يا على الشوكولاته دي. بتتخانقوا على شوكولاته؟ لازم حاجه لذيذه قوي. ايه ده؟ تفاحه. ليه؟ تفاحه اسكت، انت هتخسر لي الدنيا يا اخي. دنيا ايه؟ بعدين هتعرف. اي بطني كمان ما خسرتش وانا عايزه يا مصريني بالكركب. عش عش عش، انا متهيألي ان حصل لي حاجات مش لطيفة. نفس الحكاية اللي عندك عندي. عش عش تعال عش. ضربي تصلى ستان. لا 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 انقذ الموقف. انقذ الموقف بأي طريقة. انقذ الموقف. ده انا اللي هنقذ الموقف. انقذ الموقف. تصرفوا معايا. هو بيجعل كده ليه؟ بالشوكولاته بقى. انا اذا كنت كلت الشوكولاته كان زماني بقى جعل كده. طبعا. يا خبر. اتفضلي يا استقدريه. أيوة. البدله اهي، خد البس. لكن يزعل مني؟ يزعل منك ايه؟ من سامع عمال يقول انقذ الموقف. يلا يا اخي بسرعه. طيب اطلع احسن بكده. السندباد لف البلاد وحبيبته غايبة من سنين، عاشق وده نار المعاد. يا مين يقول له هي فين؟ يا مين يقول له هي فين؟ موجات وكيل وموجات كيل، واحنا اللي بنتعب وياه. يا سلام لو كان يلقى حبيبه يرتاح ويريح تبعاه. حيران وبداري ألامي من يوم ما فارقني جمالها، خايف لا تفوت ايامي وتروح من غير ما قابلها. ليه كل ما اقرب منها الاقيني ببعد عنها، وارجع من غير ما الاقيها، وارجع من غير ما الاقيها. احكي لنا على اوصافها يمكن نقدر نعرفها او نعرف فين اراضيها. عيونها عيونها الجنة في عيونها، وفيها كل معنى جميل. يبان السحر في جفونها يداوي كل قلب عليل. خدودها الوردي في خدودها تبوس النسمة والصحي. بس خلاص احنا عرفناها، تبقى اسبانيا هناك تلقاها. يلا يا بحارة على اسبانيا، على اجمل جمالات الدنيا. ¡Gracias!
شفتوش يا بنات واحدة جميلة. دمها شربات عينها كحيلة. طبعنا كلنا شربات قوامها الغصن يتمنى كله شبيه كله شبيه. وكل خالها عليه رنا أدوب أنا فيه أدوب أنا فيه. الوصف ده مش عندنا كله وضحكته مش من هنا كله. أمال فين يا بنات ألقاها فين ألقاها؟ يلا بسرعة للمكسيك بلدي السامبا. تشيكا تشيكا بوم تشيك 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 تشيكا تشيكا بوم تشيك. فاتتش عليكم صبيه زي الشمس في طلعتها خطوتها احلى شويه من الصمبا ومن نغمتها. ما شفتوهاش يا بنات ما قابلتوهاش يا بنات. يمكن انا لا مش انتي لا مش انتي هي انا لا مش انتي طيب انا لا مش انتي. منزلها بقوي على الدنها سهرني الليل سهرني الليل. ولون الياسمين يشبه لونها وراني الويل وراني الويل. أمال فين يا بنات ألقاها واحنا في مصر زمان شفناها. على مصر يا ومدير والدفة على بلد الجمالات والخفة. على مصر يا ومدير والدفة على بلد الجمالات والخفة. الخدين اللي رموني ولقيتهم بعد ما خلوني قربت أدوب يا جميل وهلك على مهلك والنبي على مهلك. ولعت في قربك انا ديلي وعصرت في بعدك ما ناديلي. ولعت في قربك انا ديلي وعصرت في بعدك ما ناديلي. اتعطف وارحم وناديلي او رد علي اما انتهلك على مهلك والنبي على مهلك. على مهلك والنبي على مهلك.
تهتم يا جميل وتعيش لهلك على مهلك والنار على مهلك. انا كنت وصلت الصاله وسمعتك وعجبت بس قوي ويسرني اني اقدم لك نفسي. انا صاحب ومدير تياتر النهضه الفنيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا استاذ جاي اضع التياتر بتاعي تحت امرك وبالمرتب اللي يعجبك. الكارت بتاعي اهو وفي انتظار امرك بالقبول. ان شاء الله اجيلك باذن الله. مع السلامه. مع السلامه. الله 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 ايوه الله. مالك يا زين؟ اصل نسيت يا ست وخدت حته من الشوكولاته. هنزلك لحظه. اللي كانت من الشوكولاته. انا مش هنسالك الخدمه دي طول حياتي. صحيح طبعا. طب خد اشرب الكاس ده كمان في صحتك. بس كده في صحتك الف مره. وده في صحه نجاح. تاني في نجاح. ها في صحتك برضه. في صحتك. اشكرك. تشكرني؟ تشكرني على ايه؟ ده انا اللي لازم اشكرك. انا؟ ايوه انت نسيت. نسيت ايه؟ انك لقيت لي الساعة. الساعة؟ انت بتهزقيني ولا ايه؟ لا ابدا، بس ليلة ما لقيتها لي في حاجة عزيزة عليا قوي وقعت مني وضاعت. ايه هي؟ قلبي. قلبك؟ قلبي اللي محدش قدر يسرقه مني. طفشوا مني في 5 دقايق يا قادر. انا؟ ابدا، حتى فتشيني. قولي بقى، شاعر بايه بعد ما سرقت؟ شاعر بان الدنيا بتلف، الدنيا عماله ترقص. طب غمض عينيك يا حبيبي، غمض عينيك وارتاح. غمض. طب من استوى استوى جدا. يلا استعجليني. الله استنى اسمع افضل يعني. فين؟ رايحين فين؟ برافو علينا. يلا بقى روح انت نام. انام؟ هو انا هيجيني نوم دلوقتي؟ الشوكولاته يا ستي من ساعه ما اكلتها وانا مش قادره اتلم على مطعم. اي بس فهميني. انا هكلمك. مش ممكن. افهمني تفهم بس. وكمان قافل الباب بالمفتاح يا متوحش. وشرفك مش معايا. مش ممكن مش معاك. وريني بتحلف بشرف انه مش معاك وكمان توصل بيك الجرأة انك تلبس هدومي؟ طيب البوليس هيجي يستلمك كده وانت لابسها. ايوه لابساني ولابسها بس حلمك نتفاهم. انا ما اتفاهمش مع ناس زيك. امشي اخرج من بيتي. الله يجازيك. انا هسيبك لضميرك يفرسك. انا مفلوس جاهز بس ارجوك البدله. امشي اخرج بره. اخرج بره قبل ما اقتلك. اخرج ازاي بس البدله؟ اخرج بره. يا خبر اسود. عندك اديني الملايه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا استاذ عامل فرحه كده ليه؟ اوعي بس. لا يا اخويا ما اقدرش احسن ستي تفتكر حد عاكسني وخدها مني. ويخلص كلمتي كده. هات ابوك. اوعي بس. ما يحكمش. والله عالي يا سمكة. انت يحصل منك كده؟ اه يا سافل يا منحط.
توصل بيك الدرجة انك تلبس هدومها وتعمل اللي عملته؟ اه يا ثور يا حمار يا وقح يا مغفل يا طالب، انت نازل في نفسك بستفى علشاني؟ ده انت لو تأخرتي خمس دقايق كنت هتلاقيني انتحرت. بعد الشر يا حبيبي، انا كمان ضميري قلبني عشان طردتك، وما كنتش متصورة انك هتنزل وتسيب البدلة عندي. ما تزعلش نفسك، انا عارفة ان الحب هو اللي خلاك تفقد شعور. على العموم كل شيء يتصلح. هيتصلح ازاي؟ خلاص بقى، مفيش لا دخلة ولا فرح ولا جهاز، ابعت هات المأذون وننهيها كده سكاتي. انا مش نازلة من العش الجميل ده قبل ما يخلص شهر العسل. عن اذنك انا هموت من التعب. مالك ساكت ليه؟ بس يعني حكاية العسل دي ما بلاش العسل. ايه؟ يعني هتخلى عني؟ يا خرابي يا مزبطي. طيب يا ستي عسل عسل. حاضر. اهي بقى عسل اسود. ارجوك يا توصل اليكي. استخبي استخبي تحت السرير. ايه؟ انا استخبى من تحت الكومبارس سايرين تحت السرير. ما هو لو ما استخبتيش ما فيش جواز. هقول لها على كل شيء وعليا وعلى اعدائي. ما اشوف. اوعى. ايوه جاي. ايوه يا حبيبتي. انت هنا يا مدحت. اهلا سوير حبيبتي. ايه اللي جابك دلوقتي؟ ما عندناش النهارده ماتيني، قلت اجي اطمن عليك وحشتني. الله يحفظك، لكن ده تعب عليكي قوي. اعمل ايه اذا كان ولا جواب ترد عليا؟ انت بعتي جوابات اربعه؟ لازم بقى قريتهم وانا مش واعي، اصل اليومين دول بيحصل حاجات كتير وانا مش واعي. الله، ايه اللي انت عامله في نفسك؟ ايوه إيه اللي انت لابسه ده؟ هقولك يا ستي، حصل انني انا ايوه بس ارجوكي تقومي من على السرير. ليه؟ اصل ما يصحش تقعدي على السرير وفيه راجل غريب في الاوضه. هو فين الغريب؟ انا اهو. انت؟ مال ارجوكي تحترميني. اديني احترمتك، لكن انا عمري ما شفت راجل يلبس روب حريمي. هي في الحقيقه توريطه. ازاي؟ يا ستي حصل اني اشتريت ورقه يا نصيب من جمعيه خيريه، فطلع لي الطقم الحريمي ده. غريبه. هي فعلا غريبه، لكن اعمل ايه؟ اسمتي كده. على رأيك، ويمكن أنا لو كنت اشتريت نمرة كنت كسبت مكنة حلاقة. كويسة أوي. آي ظهري حيتقطم. لا سلامتك. أصل كنا في القطر خمس ستات مزنقين في بعض. عن إذن الاحترام شوية، أصل الجزمة ضيقة تستحلي أقعد. أيوة بس يدي أصول تسيبيني أنا واقف؟ معلش نرفع التكليف شوية. طيب بقى مدام عاوز ترفع التكليف اسمحي لي أقول لك قيام. بس همشي عافية. قومي بقى. الله، دي مش جزمتي. يا خبر أسود، انا ما خدتش ورقه في اليانصيب، طلعت لي دي منين؟ انا عارف بقى. لازم الفرده الثانيه تحت السرير. لا انا في عرضك، اوعي تبص تحت السرير. ليه؟ اصلي بتشائم. ليه؟ في فلك كبير شاف لي الفنجال وقال لي البنت اللي بتحبها لو بصت تحت السرير مش هتشوف وشك ثاني ابدا. كده فارجوكي بلاش نخسر بعض. عرفت. عرفت ايه؟ انا والست اللي جنبي في القطر كنا قالعين الجزم عشان نريح رجلينا، فحصلت لخبطه. ايوه. الله يطمنك. كنت قولي لي كده من الصبح. على كل حال حصل خير. بس احنا اتفقنا انك تقومي من على السرير. لكن انا مستريحه هنا يا ستي. عاوز اقول لك كلمه. قولها هنا. طيب بس يعني لا تسمعي. تعال اقول لك كلمه، هناك عند الشباك. تعالي تعالي. قوليه كده عند الشباك، ما انا هنا سمعك. قولها لي. اصل الحيطان لها ودان وانا خايف تسمعنا جيران. تعالي تعالي وانا مالي. بقول لك تعالي وانا مالي. تعالي احسن لو ما جيتيش مش رايح اقول. وانشئ جرانا ما تضايقيش، انا غير مسؤول. ده جد ولا هزار؟ ده سر من الاسرار وحكايه وحكايه وروايه. شغلت بالي قولها لي قولها لي اوام. احسن خلاص انا مش شايفه على عيني غمام. ده حكاية وحكاية وحكاية عن واحد طب طب قلب هنا الدنيا معايا. قال علشان حب حب وطب وطب وحب وحب وطب وطب وحب. مش فاهمة حاجة وانا زيك مش فاهم حاجة. وانا في الكلام وياه
باخد وبدي معاه اقول له كلمه يقول لي كلمه ويقول لي كلمه اقول له كلمه وهوب طب غفير استر يا رب ام قلبي طب كبير استر يا رب اقول له ايه اسوي ايه ملقاش يزغ غير تحت سرير سرير ايوه سرير اه مش فاهمه حاجه وانا زيك مش فاهم حاجه خدت الغفير على جنب احايل وفضلت قبلي فيه واخيله واحيله صاحبنا انه يزوق مفيش فايده يا سيدي زوق يا روح زوق يا عقل زوق ما زغش ولا حاجه كل الزعيق ده ولا زغ شي كل النفير ده ولا اسمع شي مش فاهمه حاجه اه انا زيك مش فاهم حاجه رجعت اقول له يا نور العين هنتظبط احنا الاتنين رجعت اقول له يا نور العين هنتظبط احنا الاتنين يا سيدي زوق زوق يا روحي زوق زوق يا عقلي زوق 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 لحد هب ما بان هنا ابتدى الزوغان طيران زوغان هربان زوغان طيران 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 زوغان 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 وهب فتح الباب وهب قفل الباب وفص ملح وداب فهمتي حاجة ما فهمتش عرفتي حاجة ما عرفتش انا زيك برضك متحير ازاي الحلم ده يتبسط بقى ده كله منام وحلم من الاحلام مش فاهمة حاجة وانا زيك مش فاهم حاجة يلا شوف شغلك يلا ان احنا نتفاهم خلاص انا تفاهمت بعزرائيل بعد ما اسمعك بودني وانا مستخبيه تحت السرير وانت بتغزلها اعيش في الدنيا دي اعمل ايه يا من اتبغت يعني اديني الطبق اللي هناك ده حاضر حاضر بس ما تعاديش ما تعاديش في ايه ده في دموع يا خاين يا خبر اسوح انت يزرع عندك اسهال في عينيكي ده قلبي اللي ساح وداب
انا مصممة اسيبهولك في الطبق عشان كل ما تشوفه تفتكر جنايتك عليا يا خاين. ولسه عندي الجاز والسم والمزر. لسه مصممة تموت نفسك؟ مفيش طريقة تانية؟ في طريقة واحدة بس. ايه هي؟ قولها لي. المأذون. اهي دي مش ممكن. ايه؟ افهمك، اصل الحكاية عاوز شرح طويل قوي. بس افهمي بس. يا خبا اشرح هتموت نفسك. الوضع نفسك. الوضع في مأذون فايت في الشارع. اندهله. اندهيله. كده. اوعي بقى. مجنونة. في حد يعمل كده في مدينة تانية؟ أستاذ يا أستاذ اصحى حارتك يا أستاذ. أين العريس؟ جاه. وصل العريس من السفر؟ وصل وتوضب وتزوق. يلا في عرضك ابر القلم وحضر القسيم احسن جايين. توكلنا على الله. عقبال البكاري إن شاء الله. يا رب. بس على فكرة أنا عندي شروط. أنت تؤمر. أولاً تبطل الرأس. أمر. أنا كمان ما أحبش إنه الناس تتفرج على جسم مراتك. يا حبيبي أنت بتحبني وبتغير عليا قد كده. ثانياً سهير مش لازم تعرف إن احنا متجوزين. أحسن الصدمة تقتلها. وأنا كمان ما أقبلش أكسر قلب بنت بريئة زيها. هقابلها. وعلاقتي بيها هتفضل زي ما هي لغايه ما الاقي لي حل. انت راجل البيت، اعمل زي ما انت عايز. بس يلا حبيبي، المأذون بيستنانا تحت. يلا يا ملت بختي، كان نفسي في زفه العروسه زي كل البنات. يا استاذ. ايه؟ يا ايه؟ استاذ بطاطا. ايه؟ الست ادريه لسه ما جاتش دلوقتي، اعمل معروف اتوسل اليك. ايه العمل؟ العمل اني اطلع اهديهم وبنيكم بغنوه من اغاني المنعشه. ضربي بصال للسته. ارفع الستاره، ارفع الستاره. أيتها السماء أمطري ماء 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 يطفي الحريق في جوفي وقلبي، لأني متضايق من خبتي في حبي. يا سماء بالسبع من ديله، وان شفت بالغابه سيد قشطه يا ويله. غزالات هزقني، غزالات بعزقني، وتمسح بقلب البلاط 24 ايرات. ابرقي وارعدي وامطري يا سماء ماء ماء ماء. يا شهر زاد الوقت زاد. صلي. ايه ده؟ مين ده؟ ليه كده؟ لا لا ما يصحش. يا شهر زاد الوقت زاد. صلي. كله تحريك تحريك. نزلوا الستار، نزلوا الستار. عايزين نضحك، عايزين نضحك، عايزين نضحك، عايزين نضحك. شوف الجمهور اللي ما يتذوقش الفن، اطلع لهم بشخصي يقوم يطلبوا حته كومباس. كومباس حطهم مضحك، حطهم مضحك. هو كمان مضحك مش هنا. مش هنا؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه بالجمهور؟ اعمل ايه بالجمهور؟
بديش رقص لك يوم فرحك، ارقص لك انا يوم الصبح. بس خليك فاهمه من هنا ورايح ان انا المتفرج الوحيد. الكلاكسي ده لازم علشان افندم في حد بيشغلك؟ دي العربيه بتاعتك وصلت. عربيتي انا؟ ايوه فضلت خيرك هديه الجواز. لا يا ستي متشكر، انا مش ممكن هركبها. ليه؟ لان نمره واحد انا طول عمري معتمد على رجلي، نمره اثنين ما اقبلش ان حد ابدا يصرف علي. بس انا اشتريتها ودفعت اول قسط. يبقى ما فيش غير حل واحد. ايه؟ اقبلها على شرط احل محلك وادفع جميع الاقساط. انت عشتك كده كلها شروط. اه انا كده، واذا كنت فاهمه انك متجوزاني عشان تصرفي عليا وتجيبي لي هدايا تبقى غلطانه. انت فاهمه؟ ايوه اشخط فيا كمان، انا اموت في الشهامه، انت الراجل اللي انا محتاجاه له. انا مش مطمن لان لو كان في اسكندريه كان بعت لنا جواب. يكونش مقبوض عليه. والله انا خايف لحسن يكون اتخاني ولا كان حاجه ولا دفعش تمنها. كان بعت لنا استغاثه وكان احتاج الى لساني للدفاع عنه. تجيش نوصل لغايه القصر العيني ولا الاسعاف لحسن يكون جرى له حاجه. اعوذ بالله. حاشي انت سلك زفر، ما تبصرش علي يا اخي. انا عارف بقى ايه. ربنا يستر، ربنا يجيب العوائد سليمه. اه يا صديقي العزيز، يا مثال الشرف والنبل والمروءه والوفاء. والوفاء دي يعني ايه؟ مش عارفك انت بالعربي. سيبينا. اه يا صديقي، يخرب عقلك. اه يا حقير، طفشت علشان تروح تعمل سواق؟ يا فطس، حامل مشعل الفن المقدس يشتغل سواق وماله؟ ويبقى مين البيت بتاعك بقى؟ وعربية مين دي؟ عربيتي انا. حاجة تضحك قوي. وفيها ايه؟ انا ورثت. ورثت؟ ورثت مين؟ ورثت عمي. عمك؟ انت مش كنت بتقول لنا انه بياع بليلة؟ بليلة ايه؟ ده كان تاجر غلال منقوعة، انا بس كنت بحقره علشان كان بخيل. اركبوا اركبوا. هاي كده بقى الى التياترو. الى التياترو اطلع. يلا. عربية عمركم ركبتوا زيها؟ اخرس. أرجوك تمضي، إذا امتنعت أنا هتمسح من السوق. أنا متأسف، أنا عندي عروض كتير ولازم أدرسها. أيوه هو عنده عروض كتير ولازم يدرسها. أيوه هو عنده عروض كتير ولازم يدرسها. عروض إيه؟ أنا في عرضكم، أنا مستعد أدفع لكم قد اللي عارضينه عليكم مرتين. أيوه ما هو أصله. أيوه أصله. أيوه ما هو أصله. يا أساتذة اعملوا معروف، التياترو هيكون تحت أمركم وانا هدفع لكم اللي انتوا عايزينه. كده؟ طب امضي بقى يا استاذ، ده باين عليه غلبان ولازم كلنا نساعده. ايوه لازم كلنا نساعده ما دام مستعد. بطاط البصله. حس كده، انا ليا شروط. تحت امرك. اولا لازم سهير تكون البطله. يا استاذ بس سهير. ايه؟ طيب طيب طيب. ثانيا ايوه ثانيا. ايوه ثانيا يا استاذ. ثانيا وثالثا ورابعا انا موافق على كل حاجه، بس امضي امضي يا استاذ. نمضي. ايوه امضي نمضي امضي. طيب اديني 500 جنيه على الحساب. حاضر. حاجه بسيطه يعني، انا ما بحبش ارهقك ابدا. يا ام الخالي يا ضيعي. ايوه انت بتقلد الاستاذ بطاطا، عايزه يطردنا. يطردنا؟ الكلام ده كان زمان وخبر. قول لها احنا بقينا ايه دلوقتي. احنا دلوقتي بقينا فوق فوق فوق. استعدوا يا ستي. أيوة. استعد يا ستي، صغير الستاره هتصرفها. يلا بينا يلا بينا. لكن يا ستي انت مش اتعهدتي له انك مش هتعتبي التياترو ده ابدا؟ كممثله انما متفرجه لا، نفسي اسقف له لما يظهر. تسقفي له ولا تراقبيه؟ من ده على ده هصار حربي لغايه ما ينسى سهير. هكذا الحب والا فلا. اتفضل. اتفضل ايه؟ اركبي يا اخي. انزل احسن، صاحبها يفتكر انك هتسرقها. انا صاحب العربيه المفتاح اهو. تكونش صحيح غلط فعلا. مين؟ ثلاثة شهداء. شهداء؟ شهداء الغرام. لكن ما قلت ليش مين الثلاثة الشهداء؟ دول ولاد عمتي، اصلهم ماتوا في الحرب. يا خسارة شباب وشبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي جابك هنا؟ ستة قدرية مش ممكن، ازاي ما شفتونيش وانا بنط في العربية وهي ماشية؟ وقف من فضلك، طبعا كنتوا مشغولين في الحب والغرام ما خدتوش بالكم. ازاي؟ لازم تيجي تتفسحي معانا شوية على النيل. ميرسي.
انا جيت اهنيكوا على النجاح العظيم. احنا متشكرين قوي. ابقي خلينا نشوفك ادري يا هاني. ما نستغناش تحت النظر. العفو العفو. نزليني من فضلك. بص سعيده قوي قوي. اصبحي على خير. الله، هو انت مش طالع تنام فوق؟ والميتة، انت عارفة ان مرات عمي قلبها مجروح جديد وانا لازم اواسيها. برضو واجب. ادعي لي ربنا يصبرني، احنا مصيبتنا تقيلة قوي. مسكين، ربنا يصبره. تصوري الوقاحة ان ياخدها عني لقدام عيني. يا اخواتي انا دم بيغلي، ازاي تسبيهم؟ انت ما تعرفيش ان بالليل يحلى الغزل والقبل. يا ترى هم دلوقتي بيعملوا ايه؟ ما تصوريش دمي وتفكرين. طيب يا ستي تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. اه يا رجلي، مشوار الهرم ده هلكني. تحب نقعد في حته شويه ناكلنا لقمه؟ ايوه، لكن اصل مرات عمي بتزعل لما بتعشى برا. تزعل؟ قول لها انك تعشيت معايا. طيب، ولو انك مش عايز تعرفني بيها. عرفتك بيها قوي. طب يلا بينا. يلا بينا. يا سلام، انا عمري ما كنت زي النهارده. طب ذوق العنب ده بس. لا انا في عندك، انا مش قادر اتنفس. واحده من ايدي هتكسفني، وبعدين عشان اموت فيها. يا ساتر، هتموت من عنبايا واقل مني كمان. يلا نقوم بقى. كالتون ما تاكل. انا صراحه اتعشيت مع سهير. طبعا ايوه، بس اتعشيت معاها انقاذا لموقف محرج. طيب انا مش حاضر. ليه بس؟ اما تاكل حضرتك. طيب يا ستي ناكل. تاكل كل المكرونه دي. يا خبر اسود. كلها. حاضر. تقدر تقول لي رحت فين قبل العشاء يا استاذ؟ لاحظ انك حال. اتمشينا شويه على كوبري راس النيل. يا سيدي يا سيدي، احنا مش اتفقنا ان انا اقبل عنها شويه؟ كنت بعد عنها 3 متر. ازاي يعني ده؟ مش كفايه 3 متر؟ يا ندامه، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه؟ ده هتاكلها كلها. حرام عليك اموت. تموت؟ ما هو شوف، يا تاكلها زي ما اكلت معاها يا تفسحني زي ما فسحتها. الاثنين قلع من بعض، لكن موت اخف من موتها. اتفضلي. اتفضل. كفايه بقى يا ادريه، انا هلكت. هلكت لما مراتك الشرعيه تحب تتمشى معاك شويه تهلك، ولما التانيه تاخدك تدورك في كل حته ما تهلكش. طبعا حلو على قلبك يا ستي. ولا دورتني ولا حاجه، احنا رحنا قعدنا في الهرم. في الهرم؟ طب يلا بينا. على فين؟ الهرم. يا ادريه يلا نروح بقى، انا مت من التعب. قولي كنت بتعمل ايه معاها هنا؟ لاحظ انك حالي. يا ستي كنا بنشوف القمر وهو بيطلع كده. طب يلا نبتدي بقى. هعمل ايه؟ عايزك تطلع فوق الهرم معايا فوق خالص عشان اشوف الشمس وهي بتطلع. يا خبر اسود، هطلع كل ده؟ ده انت هتشوف الروح وهي بتطلع. صباح الخير يا مدحت. صباح الخير يا سهير. وحشتك. الله يحفظك. لا عودي ورا. قد كده بقيت بتكرهني؟ ابدا يا سهير، اصلك لما بتقعدي جنبي بحس بخفقان في القلب وما بعرفش اسوق. على فكره ايه ده اللي انت بتعمله؟ لا ده بس مانعا من وقوع تصادم. يجوا مترين دول. انا مش مقلع عليك خالص، ما انتش طبيعي ابدا. وايه الكحه دي يا سمتحة؟ لا اصلي ما نمتش بالليل. حاسب من فضلك. ايه في ايه؟ ومين الهانم دي اللي بتقلع شرابها في عربيتها؟ بلاش افكار وحشه، يمكن الهوا طياره من الشارع دخله في العربيه. وكمان مديها صورتك، اتاريك ابليس وعامل ملاك. لا وحياتك، ده اتضح ان انا حمار وعامل نبيه. دلوقتي فهمتك على حقيقتك، عرفت سر الروب الحريمي والجزمه اياها. رايحه فين بس؟ مش عايزه اشوف وشك. كملت. بس 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 ما تعيطيش، انا هقدبه وهوريه شغله. لا انا مش عايزه اعرفه ولا اشوفه تاني ابدا. بس 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 ريحي اعصابك، احنا هنشغل المباحث وهنعرف هي مين بالمظبوط، وهنقطع لك خبرها من القاهره كلها. من القاهره بس ومن الارياف كمان. ولا تزعلي. بس يجدي بس. زمانه جاي.
امشي بس استنى اللي عندهم منطلون القديم جزمة قديمة للبيع مصر يا حرام اللي عنده موتو شكل قديم للبيع اللي عنده منطلون القديم جزمة قديمة بلغة قديمة للبيع حر للسوق يا حرام اللي عنده موتو شكل قديم للبيع اخبار اليوم مصر يا حرام اخبار الخونة خونة ايه يا راجل؟ هو في خونة غيرك؟ سوق إلى المحكمة اطلع يا ناس استنى بس اطلع استنى بس بس اطلع بقولك انا اهو يا اخوة كده بس تعرف ان زغت هشغل التكتكة بقلبك هتبقى وقعتك مطينة خش وانا مش هزوق ولا حاجة بس خش 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 يلا خش يلا هلا هو راح فين؟ ورا تعال ورا قف مكانك تاني اذا دخلت حنتقي وحنجيب سهير هنا ونفضحك خش استنى ما خش انا نيله اسكت اسكت احنا معنا سلاح اطلع دغري اطلع اطلع يا جماعه حلوا عني بقى خد على الرحبيه الو مين لا يا فندم هو مش موجود ابدا 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 هو مين اللي مش موجود انت بقيت بره لازم غطسان معاه معلش يا ستي طولي بالك الغايب حجته معاه هو فاهمي بس لي بره يعني وانا هقعد هنا انا كمان حبات بره وما فيش حد احسن من حد مش ممكن لازم تنساها نهائي يمين يخرب بيتك مش تعالي. ممكن ابدا هتشوفها تاني المساله فيها سر خطير جدا خطير ايه انا متجوز ادري مراتي مراتك مفيش فايده يخرب عقلك لازم احكي لكم على كل حاجه سعيد يا زينة الحمد لله على السلامه يا سيد الله يسلمك امال الست ما جاتش معاك ليه الله هي مش هنا ازاي ده هي ما كانتش بايته مع حضرتك امبارح بره بايته بره ده انا هخرب بيتك وبيتها طب يا سيدي ما تتخضش يمكن بايتها بره في حته تاني والله يا عادي ده انا هقتلك وقتلها وقتل الشارع كله طب يا سيدي وانا مالي ايه ده ايه ده ايه الدوشه دي انت مزعق فاهم نفسك فين في الابارتمان بتاع حاره السبع والضبع كنت فين يا هانم وحضرتك كنت فين من فضلك جاوبي ومين اللوح اللي انت جايباه معاك السعادة انا الحرامي مش فاكرني ما شاء الله راجع البيت نص الليل تتطوحي ومعاك واحد حرامي الله انت خدت عليا قوي نزل ايدك عشان اكسرها لك ديدي لا وزعي لفندي ده انا عاوز انام تعال هنا هتنام فين انا يظهر هخليك تنام اخر نومه ده بقى لي سكران هو مش عارف ان انا اشتريت الموبيليا دي كلها انا هكسر الموبيليا ليه على دماغك يا الله حوشي بس مين حياتي مسؤوله منك انا وحيد ماما انا عندي مرض قلب روح اوعى ترجع تاني مره هنا اوعى ترجع تاني مره ايه ومن فضلك تسمعي الكلام وتفتحي الباب ما يصحش نخلي حضرة المأذون واقف اسمع هو قلت لها ان انا كنت متجوز انا هجيب لها الحكاية بالتدريج طيب ما تخافش يلا ما تيلا امال افتح يا ستي ما تفتحي بقى اسمع كلامي هو اخويا ده فتح الله يكره الجواز يلا شوف شغلك كل بيت فرح وكل شارع زفة العروسة مرقمة العريس خفة قول لي احنا هنقعد لبلط هنا اصل انا احب ابلط ما تيجي نسيبهم بقى طب يلا نسيبهم ليه ما لسه بدري ما تناموا معانا احسن طيب احسن طب احسن على رايك تحسوا يا اخي بقى وتقوموا اهدى يا مدحت ما لسه بدري خالص لا اصلهم تعبانين وعاوزين يناموا مين قال لك عايزين ابدا انت عايز تنام الله انا عايز اكل اصلي النوم صحي قوي ايوه النوم صحي صحيح يلا خيام يلا مع السلامة ايوه اوعى شوية صغيرة انتوا عاوزين دي لا بس طيب هاخد دي كمان يا جعان طب يلا مع السلامة يلا ما تخافش بكرة هنشرب فيها بكرة طب يلا روح بكرة
دفوم خفيف قوي. اسمعي يا مراتي. نعم يا بني. من بكره الصبح بقى دورينا على شقه حلوه وتفرشيها بذوق. لكن الاوضه دي بتفكرني بالماضي كله وبايامنا الجميله. خلينا نمضي فيها شهر العسل. على كل حال عشان العسل يبقى صافي عاوز اقول لك على حاجه. فاكره الشراب الحريم والشنطه اللي كانوا في العربيه؟ فاكره، وعرفت انه مقلب عاملينه فيك اصحابك واتاكدت من برا. خلينا اكمل كلامي، انا عاوز اعترف لك انك بتحبني برضو. عارفه، تعال تعال نبص على النجوم. كنت بسهر معاهم طول الليل وانا لوحدي في اسكندريه. وانت يا ست في اسكندريه حصل ان انا اقول لك على حاجه، كنت ماشي مغمض وما بتبصش لحد غيري. ارجوك ما تقطعنيش، انا عندي حكايه ليكي زي ما تقولي كده قنبله. بلاش سيره القنابل دي بالليل، احسن بتاثر على اعصابي. مش عايز اسمع منك غير اني الوحيده في حياتك وان عمرك ما فكرتش في حد غيري. سيب حكايه القنابل دي للصبح، احسن انا تعبانه وعايزه انام. احسن برضه، يلا نجيب. طيب طيب طيب، ده مين اللي جاي دلوقتي ده؟ طيب انتي مين يا مدحت؟ دي القنبله وصلت. كويس خالص يا سعاده البيه. تقدر تقول لي سعادتك بتعمل ايه هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ دي لهجه اتكلم بيها مراتك وشركه حياتك. شركه حياتي؟ ما الشركه خلاص اتفضت وصفينا الحساب. هي بتقول ايه؟ دي بتتكلم عن حاجات اصبحت في حكم التاريخ. يا ست هانم انا اكدت لك قبل كده ان كل اللي بينا انتهى. مراتي اهي. ايه؟ هو جوزك؟ وازاي يحصل ده؟ اظن كان لازم استاذنك. يا مسكينه، ضحك عليكي وجوزك زي ما ضحك عليا. بكره يضيع لك مستقبلك زي ما ضيع لي مستقبلي. وانا صدقتك لما قلت لي انك هتموت روحك علشان كويسه. اتاريها كانت حيله عشان تاخد فلوسي وتركب عربيه ملاكي. انا حوريلك يا دون يا متوحش. صحيح ده يا مدحت؟ صحيح متجوزها؟ ايوه، لكن المساله يعني صحيح. ولسه كنت بتقول لي اني الوحيده في حياتك وما فكرتش في حد غيري ابدا. اصل يا حبيب في ظروف، انا كنت هشرح لك المساله كلها، كنت هقول لك اني طلقتها وهبعت لها ورقتها. مش عايز اسمع حاجه، سيبني سيبني في حالي. اسمع بس يا سوير، افتحي، انا هشرح لك كل حاجه. مش عايز افهم حاجه عن الحكايه دي، احنا ما نعرفش بعض خلاص. اتفضل روحنا عند مراتك الاولانيه. ما تتعبش نفسك، اذا خبطت تاني حرمي نفسي بالسطوح. وفي حد بيخبط؟ ابدا لا، ده بس بيتهيأ لنا من 10 بنين. مين؟ انا مدحت قديم. بقول لك ايه، عجيب مدحت دلوقتي، بس زمان مدحت في حضن مراته. صح، اقبلك سهير. حنام فين يا سهير؟ الدنيا برد يا سهير. سهير افتح. سهير كده. Thank you.
اتفضل. ايه يا دكتور؟ يا مدحت، احنا اصدقاء من سنين، وانا عارفك كويس وعارف انك شجاع. باختصار، رئتك مصابة. رئتي مصابة؟ لكن يا دكتور انا متجوز، في خوف على مراتي من العدوى. اصابتك خفيفة جدا، لكن ممكن تبقى خطيرة اذا ما اعتنتش بصحتك. كلها كم شهر في المصحة وربنا يشفيك وترجع لها بالسلام. ويمكن مرجعش يا دكتور. لا، انا عايزك تتفائل. انا هو مسافر فلسطين متطوع رايح الميدان، ومع ذلك عندي امل كبير جدا اني ارجع سليم. الاعمار بيد الله. مسافر فلسطين ان شاء الله. انا عندي فكرة يا دكتور. ايه هي يا سيدي؟ انا هدخل المصحة. أيوة. لكن انا عاوز سهير تعتقد ان انا سافرت فلسطين. وقصدك من كده ايه؟ علشان اذا خفيت هرجع لها سليم، لكن اذا ما خفيتش افضل انها تعتقد اني مت في الحرب. مسافر امتى؟ بعد 3 ايام ان شاء الله. ارجوك تبقى تفوت عليا في المصحة علشان اديك جواب بخطي عشان تبعته من فلسطين. امرك. متشكر قوي دكتور. العفو يا سيدي. ما قالته أدرية صحيح، أنا ذاهب إلى فلسطين وأكفر عن خطيئتي. إذا لم أعد فعلمي أني ذهبت شهيد الوطن. مدحت، خلاص مسافر بكرة يا دكتور. إن شاء الله، شد حيلك. متشكر أوي. أرجوك ما تنساش تبعت لها الجواب ده من فلسطين عشان تفتكر إن أنا هناك. حاضر، بكل ممنونية. متشكر دكتور شفيق، ما وصكش بقى. حاضر، اطمئن قوي وان شاء الله ترجع منتصر. متشكر جدا، اشوفك في خير، شد حيلك. متشكر. ايه يا دكتور، مش احسن ولا ايه؟ احسن. مصر يا زوجتي البطل. البطل تقلان قوي من يوم ما سافر، ولا جواب ولا اخبار. لازم لسه ما خدش ولا نشان ومكسوف يقوم. مصر بشوف مين؟ هلا مصر كمان. وصلت الاخبار. اتفضل. لازم مدحت قالك تفوت علينا. اخباره ايه؟ في الحقيقة يا هانم الأخبار ما تصرش، وأنا في دورية ليلية لقيت جثة ضابط مصري مشوهة ومش باين معالمها. قدرت أعرف شخصيته من جواب لقيته في جيبه، يظهر كتبه وملحقش يبعته. السيدة سهير، أفتكر حضرتك. آسف، صعب الواحد يبلغ أخبار سيئة، لكن ده الواجب. الإخوان في الميدان بيتعهدوا البعض إن اللي عايش يوصل لأهل زميله آخر تذكار منه. مساء الخير يا هاني. لا، من فضلك ردي علي. انا كنت فاكره ان عندك كرامه وتنصحيه انه يرجع لمراته الاولانيه. مش هبص الاقي ورقه الطلاق واصلاني؟ ثم سمعت حد لازم يفهم انه مش من السهل يتخلص مني بعد ما سايبني شغلي وضيع لي مستقبلي. هو فين مدحت؟ ما راح خلاص يا ادري. راح فين مدحت؟ مات. مات؟ مات في الحرب في فلسطين. يا دي المصيبه، يا دي البخت المنيل. ده انا حامل. حامل؟ يبقى مدحت ما ماتش.
ولسه له اسم في الدنيا، له اسم في الدنيا. انا خايفه من الولاد قوي يا سهير. خايفه من ايه؟ خايفه لموت. بلاش عبط، الستات كل يوم بيولدوا. ادعي لي يا سهير. ربنا وياكي، شدي حيلك. ربنا يخليك. قولي فكرك أدرية، هتخلف ولد ولا بنت؟ أنا أراهنك هتخلف يا ولد يا بنت. يا ولد يا بنت. صح، تقبل. وبعدين معاك يا عم طول النهار عيال كده، مش تسكت شوية؟ بس يا زينب، زينب بس. الست سهير يا ست، ازاي الصحة النهاردة؟ يا اختي يا سهير حاجة وحشة قوي، الواد خسر اعصابي طول النهار. وا 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 ليه يا باشا؟ انت زعلان؟ اهو سكت، لازم يحبني. طلق لابوه البزعزة يا ست. هاتيها. مش كنت احسن ترضعيه من لبنك يا أدرية؟ لا يا اختي، انت عايزة صدري يخسر؟ يا ريتك تضحي شوية يا أدرية، ما فيش افيد من لبن الام. اصلي انا بتنرفز كتير ولبني وحش عشانه. غريبة الواد سكت معاكي. ما تحسديناش، انت خارجة مشوار صغير. سهير انت بتحب الاطفال مش كده؟ طبعا بحبهم جدا. طب ايه رأيك لو ميمي قاعد معاكي على طول؟ صحيح، تتكلمي جد، دي كانت تبقى اكبر خدمة عملها جد. وحياتك، اصلا انا هرجع التياترو تاني، عملت اتفاق على رحلة برا مصر، وقلت يمكن الشغل ينسيني مدحت شوية. ايه رأيك؟ خلاص يا أدري سيبي الولد عندي. انت تعرفي انا قد ايه بحب، اوعدك بانه حيكون مرتاح معايا جدا، ومش ممكن هتنقل من جنبي. مش كده يا باشا؟ مدحت مبروك يا مدحت. خير يا دكتور؟ العينات على ما يرام. الحمد لله، ان شاء الله كده ما تورياش وشك هنا تاني بقى. متشكر قوي يا دكتور، متشكر قوي. الله يرحمك يا مدحت، لو كان لحق بس يشوف ابنه قبل ما يموت. يعني لو ما كانش ترك نفسه يموت، مش كان زمانه ظهر في السينما وملا اسطوانات باسمه، وكنا شفناه وسمعنا صوته الحلو. ايه اعمار؟ ايوه على رايك اعمار. ما انا قلت برضو كده انك انت مش هتنسى العشره. امال روح يا ما كانت بترفرف عليكم، بس ما كنتش بحب برضبان. وازاي الاحوال فوق يا صديقي؟ ما تعرفتش على بيتهوفن وانت فوق؟ فوق لنفسك انت وهو. يا جدع انا بني ادم زيكم. اطلع من دول يا سعفريت مقرن الجاب اللي كان مع جدتك. ممكن لمس؟ ممكن قوي، ودي عشان تتاكد. صح، قبلنا رجع الهوزن من زيوحات مدوحة من مدسورة. ايه الاخبار قولولي؟ حدثت احداث جسام في غيابك. أدرية رجعت للحديد. احنا مش في أدرية، كلموني عن سهير. ايه اخبارها؟ دي مالها، دي حافظة عهود الوداد، دايما فوق في الاوضة هي والولد. ولد ايه؟ الله ابنك يا اخي. ابني؟ ايوه، قالك بعد ما توفيت. الله، ليه يا ابني مش دريان؟ هو فين؟ فوق مع سهير. الله، تعالى ما تبقاش حشري. الله، انت مالك ومالك؟ ولا طيب خلاص حاضر. مين؟ مش ممكن، انا لازم بحلم. لا يا سهير مش بتحلمي، لنا اسم نتقابل تاني. وحشاني قوي يا سهير. يا حبيبي يا مدحت. يا حبيبتي يا سهير، انا مش مصدقه عيني، انا خايفه اكون في حلم جميل وهصحى منه. ما تخافيش يا سهير، هحكي لك على كل حاجه. انا تحديت الموت وجهدت ان اعيش عشان لحظات، عشان اضمك لصدري وانسيك الاحزان اللي سببتها لك. الحمد لله، ده كان كابوس وانتهى، وما فيش قدامنا دلوقتي غير نور الامل. الحمد لله. الله، الولد، انا نسيت الولد. الله، يا جمال انا مش عارف. الله، ده مش عارفني، هو جميل لمين؟ ليا ولا ليك؟ طالع جميل لك علشان هو في الحقيقه. الحقيقه عرفت تجيبي الواد جميل زيي. مش انا اللي جبت يا مدحت. لا انا. ايه التواضع ده؟ اصلي يا مدحت فيه قنبله لازم تنفجر. ما تفكرنيش بقى بالقنابل، زمانها خلاص راح وانتهى. انا مش عاوز حاجه تعكر صفوتي. كلميني عن السعاده اللي حاسس بيها انا وانتي وابننا. يا مدحت ده ابنك انت.
متشكر. وانت اللي حملتيه 9 اشهر مش ابنك؟ واحنا نتخانق ليه؟ ابنك يا ستي انا وانت مش كده يا ولا؟ ميمي الماركه المسجله اللي تدل على الشركه السعيده اللي بيني وبينك. حياتي وحياتك اجتمعوا فيه. انا هموت من الفرح. حياتنا بعد ما شرفت يا ميمي هتكون اسعد واجمل من الاول. ربنا بعته لنا عشان ياكد لنا حبنا. امتى يكبر ونربيه ونفرح بيه؟ وتقول لي يا بابا وتقول لها يا ماما. كده اخص غرقتني كلونيا. خدي مش تحاسب على نفسك كده يا ولد. غرقني كلونيا كده اهو. فين الوقار والحشمه؟ طيب انا هغرقك لعب زي ما غرقتني كلونيا. كويسه دي هتهالي. عندك كور؟ ايوه انا عاوز الكوره دي. دي ب2 جنيه. والعجله دي بكام؟ 4 جنيه يا بيه. عاوزها برضه. ايوه. اه في ايه تاني؟ في عرايس جميله يا بيه قوي. عروسه؟ عروسه. وريني. ماما عايزه العروسه دي يا ماما. لا يا حبيبتي دي غاليه بلاش دي. تسمحي لي يا هانم اقدمها لها هديه؟ اصل انا برضه عندي عيال. عندي عيل كده. ربنا يخليه لك يا اخويا. تربى في عزك. اتفضل يا بيه. يلا. سعيدة يا ست. سعيدة. عايزين الولد. الولد دلوقتي؟ دلوقتي حالا. اصل الست عامله له الليله دي حفلة عيد ميلاد. لكن ده عيد ميلاده كان الشهر اللي فات وعملتوا له حفلة. طب وماله؟ الحفلة المرة دي فيها بهوات غير المرة ديكها. اصل ما تعرف عليهم جديد. لو تشوفي الهدايا اللي نازلة ترف علينا كنت تتمني كل جمعة تولدي 4. يا بخت الأران. يعني مش ممكن تسيبيه النهاردة؟ اعملي معروف. يا ندمه يا ستي والنبي ده كفايه طعرقات. وامتى هتجيبيه؟ بكره الصبح ان شاء الله من نجمه. ارجوكي يا زينب ما تتاخريش. ما تخافيش يا ستي من عينيا. عودي بالعافيه. سعيدة يا سمير. وطي حصتك الولد نايم. لكن انا عاوز صحيح عشان نلعب شوية. لا من فضلك ميمي ينام ويسحب مواعيد. ايه هي المسألة فوضى؟ مش هركب العجلة؟ يا اخي حرام عليك. هو لسه بيعرف يمشي. اه دي فادتني. طيب اشوف بس 5 دقايق. اصل وحشني. كمان شوية. ما هو لازم تعرف ان هنا في احكام عسكرية. امرك يا ستي. طيب تسمحي تقفلي الشباك عشان الواد ما ياخدش برد؟ حاضر بس كده من عيني. تسلم عينيك. طيب بس كلمي فين الولد؟ انا مش قلت لك ما تقربش ناحيه الولد. وبعدين بقى في الالغاز دي ارجوكي بس طمنيني. الولد عند قدريه. عند قدريه؟ بيعمل ايه عند قدريه؟ قدريه والدته. ايه قدريه والدته؟ ميمي ابنك مش ابني. حاولت اقول لك امبارح ما رضيتش تسمعني. لو كنت اديتني الفرصه اشرح لك المساله كنت وفرت عليا الموقف ده. ولما هو ابن قدريه ايه اللي جابه هنا؟ انا اللي طلبت. لكن النهاردة بتقول إن عندها حفلة وبعتت خدتها. ليه؟ هيغني لهم؟ لا أنا ابني مش أرجوز مش مسخة عشان يسألوا بيه ورجعوه. مش هشوفه تاني أبدا. Thank you.
نمت يا سحنضل؟ اتخمت؟ يا ساتر خم نوم. المرة دي ظهرت لك بس، انما المرة الجاية هأذيكي وخزق عينيكي اذا ما طوعتنيش وسمعتي الكلام اللي هقوله لك. اشتهت دستور خدمتك زينب يا سيدي، امرك الكلام يا سيدي حنين قلبه لا ينفخ في وشك ويسرعك. مش عاوز الولد يقعد هنا. حاضر. عاوزك ترجعيه لسهير وما تاخدهوش تاني ابدا. حاضر. اذا خدتوه ذنبكم على جنبكم. اركعوا. حاضر. اركعوا حتى تنصرف الروح بسلام. اركعوا ولا تنظروا الى الروح حتى تنصرف. الله في التدرية. انت ما ادريتيش ايه؟ مدحت ما ماتش. ما ماتش؟ اه دلوقتي تلاقيه قاعد فوق. بس اوعى تتخض لما تشوفيه، اصل هيتخضينا. كده كده كده، شفت التعبان؟ عايزين يجرجروا الولد بسنقة لطافة. ده بعيد عن عينك يا ست سهير، ان ما خليتك تتجرجر ورا ابنك ما بقاش انا قادرية. عاوز شاي تاني؟ ميرسي. لازم هي. انا مش قلت لك انها هتيجي؟ وبعدين امي دوكيها كده بس اوعي تغلطي، انا ميت. يلا امي. سعيده يا سهير. سعيده. انا جايه لك عشان نروح القرفه نزور المرحوم. اه يا روحي بينه تعبان في نوم. مالك يا اختي كده، مش عايزانا نخش الاوضه ولا ايه؟ لا مؤاخذه، اصل مرات عمي نايمه عندي جوه في الاوضه. ومرات عمك دي ما بتتكشفش على حريم؟ هي فين يا اختي مرات عمك دي اللي بتقولي عليه؟ مش عارفه، كانت هنا دلوقتي يا اختي. تصور جدتي تتلبشت، مرات عماها الدلعات يا مرات عماها، اطلعي من تحت السرير يا مرات عماها. يا سعاده البصحه بكشفوك يا سعاده البيل. اطلع يا تعبان، اخصى عليك. ده بدل ما تيجي تفرحني تيجي تخضني، ده جزاء اخلاصي. لا ده الاخلاص ده شفته بعينيا، ويشهد عليه بتاع الحديد والاستاذ وحيد والدته. وايه يعني؟ انا من كتر حزني عليك عقلي قال لا اتسلى، يمكن انسى شويه، وعشان تعرف ان انا عندي وفاء انا مستعد اسيبهم وارجع. لا انا في عرضك، انا مستعد اتوفى تاني وتفضل لهم. اخصى عليك، انت عندك قلب؟ انا امنك على ابني نور عينيا وروح قلبي؟ يستحيل اديهولك، هتعارض في محكمه، في رصاص. وليه بس؟ انا مستعد اسيبهولك، بس انا قلبي عليكي، خايف لا تتعبيه ويتعبك. قلبك عليه؟ ابقى تعالى شوف، اهو برضه محتاج لحنيتك. كتر خيرك، متشكرين قوي، البركه في بتاع الحديد ونطاط الشبابيك. لا البركة في مرات أبوه متوحش. معلش المرة دي الخطة باظت، لكن هلاقي طريقة تانية. سعيدة يا جماعة. سعيدة. اسكتوا، احنا مش قابلنا أدرية وهي طلع على السلالم جاية عندكم وفهمناها انك لسه صاحي، لسه ما متش. يا سلام، ايه النباهة دي؟ ميرسي. الله يخرب بيتك انت وهو. طب ودي حاجة تزعل؟ بوصلولي كل حاجة. يا خبر، انا كنت عاوزها تفهم ان انا ميت عشان سيب الولد، هي خدته ومش ناوية ترجعه تاني. اما طلعنا مغفلين احنا الاثنين. الوز هيا الى العمل، ورايا يا مغسل. اهم يا ست الخواجات. استفيداكي اسكرامنتو اسكراكوزا شيكا شيكا تريكالدو. ايه يا اختي ده؟ يا اختي اشتاتا اشتاتا. باردون مدام، يو دونت نو اسبانيولي، انت مش عارف اسبانيولي؟ نو، اصل الاسبانيولي بتاعي مكسر شويه. انا كمان العربي بتاعي مكسر كتير، لكن هنعمل واحد ترجمه علشان خاطرك. نقدم لك ميسيو فياسكو من اعيان اسبانيا. انشانتيه. اسبرينتو كافياري سوكو بورتوديلا. انا السكرتير بتاع ميسيو فياسكو، انا بيعرف يتكلم شويه عربي علشان الاجداد بتاع انا كانوا عرب،
هما اللي فتخهم اندونيسيا بتاع زمان. عارف اندونيسيا؟ يا روحي عليك، اتاري دمي حنلك. الخواجة عايز ايه؟ طمني. بطرمان براندي باخن باخن هاجس. اها سينيورينا اسبانيا سيناماتو عايزاتو اونا سينيورينا جميلاتو. ميسيو فياسكو راجل مسارع بتاع جاموس. قصدك تقول مسارع تيران. برافو 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 برافو، كويس كتير. سمع عشانك جيت تفي معاك على واخد فيلم على ثانية ايميل في اسبانيا. تريفياتا ماسكا جيني ماجستيكو بازراميتا سينيوريتا. قول له انا موت في البطولة، يا اقوى راجل في العالم. ترجم له وحياتك. تراباتي سوراماتي كاتانيلا بابوتسكا. سكرمنتو بامبادوريا باستاويسي كورفومنتو مونتينيغرو كوارتونيرا مليونيري. هو كلمته هيدفع علشان خاطر الدور دي ربع مليون. ليه؟ هو انا كومبارس؟ قول له يروح يلعب. كيس كليكسون سينيوريتا. فيكاتو فيكاتو اسعاراتو. مليوناتو هاف تليو داخل باريس اديس ابابا شوربه. هو كلمته على سان خاطر عيونك نص مليون. يا شيخ قول له يمهمزها شويه، ده احنا اولاد عرب زي بعض، وبعدين هشوف خاطرك. ميرسي يا روخي. فيكاتو 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 اسعاراتو. نفرتيتي مليوناتو باستا اسفراتو تاتو. هو كلمته مليون بس بشرط السفر حالا. قول له انا موت في مدريد. هي كلمته مارتو مدريد. امبراسو مبروكاتو مبروكاتو مبروكاتو. بيتلوم الصبح يا ستي، باين عنده مغص. اطلع وديه فوق. البيبي دي بتاعك؟ ايوه. بيبي نو نو بيبي نو 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 مدريد نو افلامو نو بصماتو كربوناتو بارتوشاتو فوركشاتو. هو كلمته عمل خلف ندور في كلامه. بيكلم بيقول موس يقدر يكتب معاكي واخد كنتراتو في فيلم كبير زي ده بتاع تيران، ويكون عندك بيبي. فينيتو فينيتو نو 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 فوركيساتو بارتوشاتو. يا دي المصايب، يا دي النيلة على البخت الاسود. ما تكلمه والنبي قول له حاجة. بس لازم تكوني واخد مازمازيل. ما هو انا مازمازيل. ترابخن ترابخن زبادي، مازمازيل كارتيراستو غلبانو مانيكانو استهلتو مورتاديلا. مورتاديلا فونتنابلو اسباجيتي كوكيايو فوركيتا. هو كلمته بيقول البابا بتاع البيبي موجود؟ موجود بس ما بقبلوش. كاستين كريغورتيري بلتو تسليماتو كيرفاتو. هو كلمته عاوز واخد تنازل على لسان البيبي يمسكه البابا بتاعه، وانت مش يمسك الولد كالس. وابوها ده خسر لي اعصابي وهيخسر لي مستقبلي. هات ورقه وانا اكتبها لك. يلا امبراسو. انديامو سينيوريتا دييتو لاسبانيولا. هو كلمته انك انت تسافر على اسبانيا على سان احنا هنعمل واخد ترتيب رسمي عشان الولد ابوه يستلمه. اي وبعدين احنا هنشتغل 3 يوم وبعدين نخسالك الاسبان. طب مش كنا نستنى نسافر سوا احسن؟ نو نو سينيوريتا الاسبانيولا فورتوناتو شاماتينو. بيقول لما نسافر احنا اسبانيا بعدين الاسبان يشوفونا يرقعونا حته عين ويحسدونا. يلا يا راح ترسل حتروح. هات الولد. انا مشغول قوي، انا وزو القمع اتاخروا خالص. ما تنشغلش زمانهم جايين. المسألة ستة. الاساتذة العباقرة على وزو القمع اتصلوا دلوقتي بالتليفون وقالوا انهم جايين رأسا على هنا. الحمد لله. مش قلت لك مبروك يا مدحت؟ اتمنى لك كل نجاح. غريبه لهجتك دي. طيب ما هو النجاح هيبقى مشترك بينا احنا الاثنين. مين عارف الدنيا يا مدحت. الله، انت كلامك مش عاجبني النهارده. على كل حال مش وقت، غيري هدومك بسرعه احسن الاستعراض قرب يبتدي. وداعا اكتبها لك وقلبي يتمزق في صدري
لأني أحبك وأعبدك وأتمنى لك السعادة، السعادة التي لن تتحقق لك وأنا بقربك، لأن طفلك البريء الذي لا ذنب له يجب أن يعيش بين أمه وأبيه. بعد انتهاء الاستعراض سأبتعد عن طريقك وأتمنى لك كل نجاح وسعادة. على رؤيتك وأهم على ضيق دانا 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 باهم على ضيق والدك جاي لنا وحيدي ليلتك حب يحبوك انا عارف اخلاق سيدي هتسيبني هنا وتروح على فين دي اللحظه في غيابك سنتين لو فرقوا بين الجسدين ما يفرقوش بين القلبين من عذاب غبت يومين إن قلت آه أنا أقولها آهين آه من أبوك عليها لامين وحساب ولا حساب الملكين أنا مش قايل لك 100 مرة البيت ده ما تخشوش تاني أنا أصلي امشي خروج برة إياك أشوف وشك تاني إن كنت خايف على عمرك فاهم أنا مطاوع أمرك ما توروهوش وشك تاني يعني ما تيجي تيجي بظهرك يا مجربين حبي وحالكم من حالي إن غاب حبيب قلبي ينفع بإيه مالي لو يفرشوا لي الذهب ما تخفش أبكوايا عمره ما كان السبب
في سعد وهنايا وحبيبي لو جنبي ارتاح معاه بالي يا مجربين حبي ينفع بيه مالي في فكرة عندي وغرض وحرجعه تاني بس انت اشكي المرض قولي ياني يا صدري يا جنبي يا كبدي يا طحالي يا صدري يا جنبي يا كبدي يا طحالي الحال دلوقتي مش احسن من الصبحية مش كده فرفشتي ورقتي دي علامة يا بابا قوية انا شايف الحال يستدعي يجي ست سبع حانوتية اخرس حانوتية تشيلك طيب الحق عليا وحنعمل ايه انا محتار انا اعرف واحد سحار له في الامراض الف طريقة ما تاخدش معاه نص دقيقة اما برافو ابو الافكار اجري اوام هات السحار فكرة لطيفة مش بطالة شوف ازاي وانا فاكره حمار يلا يا بنات يلا النادي يلا النادي اجدع سحار في الحتة دي يلا يا بنات يلا النادي يلا النادي اجدع سحار في الحتة دي وسعوا له وفرشوا له الارض حله والاصول هيا صول اللي حيخليها دله اللي حيخليها دله كنت فين غايب يا ساحب واحنا بندور عليك سبت ليه القلب حاير والدوا ما بين ايديك والدوا ما بين ايديك
كنت هايم في خيالي بشتكي من اللي جرالي، كنت مستني الليالي اللي تجمع تاني بينا، اللي تجمع تاني بينا. يلا شوف شغلك اوام، احنا مش عايزين كلام. يا ملوك الجن الاحمر فلفشوها وضحكوها، فلفشوها وضحكوها، فلفشوها وضحكوها. يا ملوك الجن الاحمر قوموها وقعدوها، قوموها وقعدوها، قوموها وقعدوها. يا ملوك الجن الاحمر من سريرها نزلوها، من سريرها نزلوها، من سريرها نزلوها. يا ملوك الجن الاحمر لبشوا جدة ابوها، لبشوا جدة ابوها، لبشوا جدة ابوها. هنوني وارقصوا حواليا، دي الدنيا احلى وسط عينيا، هنوني وارقصوا حواليا. طلباتك ايه اللي عايزها؟ واحلف لك دغري انفذها، انا كل منايا اتجوزها. انت اتجننت يا جدع انت، ما تشوف مين هي ومين انت كده. طيب يا ملوك الجن الاحمر فوق سريرها رجعوها، فوق سريرها رجعوها، فوق سريرها رجعوها. يا ملوك الجن الاحمر اخنقوها وموتوها، اخنقوها موتوها، اخنقوها موتوها. بس خلاص مش انت عايزها، اتفضل خدها اتجوزها. ولا مطرح، بس انا عندي شغلانه بسيطه. عارفين هالشغلانه دي؟ صح. اقبلك، احنا قرينا الجواب اللي انت سايباه لمدحت. طب والنبي ما تقولولوش الا لما اكون بعيده عن هنا. ازاي الكلام ده؟ الله، ده احنا بدلنا الجواب بجواب تاني، لكن نكته خالص. بدلتوها ازاي؟ تعالي معانا وانت تشوفي بنفسك. اعملوا معروف، سيبوني انا مكاني مش هنا. الزفه الزفه، طب ده احنا هنقبض عليكي كما قبضنا سابقا على مدحت. انتوا قابضين عليها ليه؟ وهنقبض عليك انت كمان. امشي، احنا جايبين لكم هديه بمناسبه نجاحكم، احسن هديه في الدنيا. خد خد خد. ميمي جبتوا ازاي؟ دلوقتي نرجع ناخد تاني. احنا من منين عم تنازل اهو؟ خلاص طيرناها على اسبانيا. صح، قبلك قبلها هديه، قبلها. المال والبنون.